شنقولهم نقطو شادي سلاح. مرسي زيدون دريانسا زيد امبوسيبل يا ربي يا ربي وحشتك وينك يا دودة ولا يكتشوف رئيس وقنبلة والله ليه والله يزي صلي عنبي يزي صلي عنبي والله لما فضيلك يا زيد عندك ثقة فيا ولا قلت لك بعد لنترشق روحي اما زيد والله نفضيلك شنو هي هذه قنبلة قلت لك بعدني عندي قنبلة شو قنبلة قنبلة رسمي مرقة خضرة سكر بابا سكر بتقطع تعريف ناس كل سيد رئيس نعرف لنتوما نجموا تقضيوا عليا في أي لحظة لكن قبل هذا سيد رئيس اسمعني منحب نعمل حتى مشكلة أنا سيد رئيس منحب نضر حتى حد أنا عندي معلومات خطيرة جدا سيد رئيس نجم تنفعك تنفع البلاد السيد ذا اللي ترى فيه بحذاك الغدار خايل للوطن وكما نقولوا نحن حاميها حاميها سيد الرئيس حاميها حراميها حاميها 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 حراميها حاميها حاميها سيد الرئيس حاميها حراميها حاميها حراميها ساكر ماما أجان زياد سلم سلاحك وقفوا عادي قنبلة اللي تعرفي كيفاش هربوا عادي قنبلة هابط سلاح ملا خوف سيد الرئيس الكلام الذي باش نقوله توا ويشهد علي ربي سيد الرئيس ينجم يكون اخر كلام في حياتي وبرشا كلام اخر سيد الرئيس بالعربيه وبالفرنسيه ما نعرفش نقوله انا على غالب مانيش قاري راني انا وقت اندادي يمشي ويقرا ويتيود انا صغير سيد الرئيس نبيع في المشموم طلع حكيلك سيد الرئيس وشكون المتضرر في الحكايه ذي المواطن التونسي اللي هو انا انت امي امك بابا بوك والديا والديك والحيوانات هذوما سيد الرئيس ما تصدقوش هذوما مجرد اشاعات جايبها من الفيسبوك وقفوا انا اقول وقت وقفوا وقت تسيبوه هبط سلاح فلا نبذه يا اخي ما تضحكش انت كلم سيد الرئيس تعرفش معناها الناس هذوما كي ياخذوا اجهزه الدوله ويستعملوهم مصالحهم الخاصه ولا تعرفش كيفاش خلنا نوريك توتو وي انزل على شنو هو تليكوم شبيك دخلت بعضك تشويت على خاطر لميا اللي ماتت ولا مش سونيا اللي ماتت تشويت على خاطر قتلت لميا ماشي في بالك اللي هي سونيا كيكا سير ولا